كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم في مقطع الفيديوهات راح نحكي عن رياضة كمال الأجسام للشباب وللبنات وفوائدها ومضار هذه الرياضة على جسم الإنسان إذا لم يتبعها الشخص الممارس لها على يتبع نظام غذائي معين ويمارس الرياضة بشكل يستطيع الوصول إلى جسم رياضي جيد. يستخدم الرياضيون مكملات الهرمونات لتسريع نمو واكتساب العضلات، ذلك جنبا إلى جنب مع التدريبات بغض النظر عن أضرار الهرمونات. ولبناء جسم سليم خالي من الأمراض وذو كتلة عضلية ممتازة يجب اتباع غذاء صحي وممارسة الأنشطة الرياضية بالإضافة إلى الهرمونات اللي يفرزها الجسم، لكن هذه الهرمونات لا تكفي ونحن بحاجة إلى هرمونات صناعية تحتوي على هرمونات طبيعية يفرزها الجسم. قبل أن نتطرق إلى فوائد وأضرار الهرمونات، يجب أن نعلم أنه يوجد 5 أنواع من الهرمونات المتعلقة. هرمونات هو هرمون النمو يتم إنتاجه في الغدة النخامية، وهو المسؤول الأول عن النمو والعضلات. ثانيا هرمون التستوستيرون، وهو مسؤول عند الرجال عن الخصائص الذكورية. الهرمون الثالث هو هرمون الأنسولين، والذي يفرزه البنكرياس، وهو البنكرياس هو مسؤول عن نقل السكر إلى العضلات لتعطينا الطاقة. الهرمون الرابع هرمون الغدة الدرقية، ويساعد على ضبط حرارة الجسم. الخامس هو هرمون الكورتيزول، وهو هرمون الهدام الذي يعمل على زيادة نسبة الدهون في الجسم نتيجة قلة النوم والإجهاد الرياضي الزائد الذي يمارسه اللاعب من أجل الحصول على عضلات. على الرغم من فوائد الهرمونات للاعبي كمال الأجسام، إلا أن أضرارها أخطر بكثير من أي فائدة لها. لذلك نتناول هذه المنشطات النمو يجب أن تكون عن طريق طبيب وباستشارة الطبيب، لأن تناولها بدون استشارة الطبيب تؤدي إلى أمراض كثيرة لجسم الإنسان ولها عواقب عظيمة على جسم الرياضي.
من أبرز عوارض هذه المنشطات تثبيط النمو وداء السكري. تسبب أيضا زيادة الوزن وتغييرات سلوكية على الرياضي الذي يكثر من تناول هذه الهرمونات، وتسبب أيضا تليف الكبد عند بعض الرياضيين، ولها أضرار أيضا من ناحية زيادة الاضطرابات الجنسية الجانبية عند الرياضي الذي يكثر من تناول الهرمونات بدون استشارة الطبيب. هذه بعض النصائح لرياضي كمال أجسام. أول هذه النصائح القيام برفع كمية معتدلة من الأوزان لبناء العضلات. ثانيا تناول الكثير من البروتين عند رفع الأثقال بشكل كبير. ثالثا استهلاك الكثير من الدهون والكربوهيدرات. أربعة الاستمرار في الضغط على العضلات عن طريق زيادة الأوزان. 5 النوم الطبيعي. في نهاية المقطع أتمنى من كل الذي يمارسون هذه الرياضة الاعتماد على غذاء صحي متوازن والاكثار من البروتينات والنوم الطبيعي الكافي والتناول الهرمونات بإشراف طبيب، تكون عن طريق طبيب لتكون الهرمونات متوازنة في جسم الإنسان مع الدروس مع التمارين الرياضية مع الغذاء الصحي، تؤدي إلى تشكيل جسم متناسق لهذا الرياضي خلال فترة زمنية قياسية. أتمنى في نهاية المقطع أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات التي جمعتها. أتمنى أنكم قد استفدتم من هذا المقطع، وأرجو منكم الاشتراك في قناتي والضغط على إعجاب ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.